بسم الله، نشوف مع بعض ازاي نرسم الابواب في برنامج الاركيكاد. دلوقتي انا عندي الدور، اول ما ادوس عليه ممكن ابدا احط الباب هنا على طول، او بيقول لي فين اتجاه الشمس، اقول له مثلا هنا، تمام. اقول له مثلا خلي الباب الناحيه، لا طب انا مش عايز الباب ده، انا عايز ان اختار ان انا الباب. يبقى حاجه من الاتنين، لا اما ادوس هنا مرتين هتطلع لي كميه ابواب رهيبه، او من هنا هدوس برضو هيطلع لي برضو نفس الشاشة. أبدأ نختار الباب، دي الباب اللي عندي ده، مجرد بس فجوة في الباب. دي أنواع برضو مختلفة من الباب، سلايدنج، تمام. المكتبة دي لو أنت اخترت أي باب فيهم، وليكن مثلا الباب دوت، تمام، باجي بلاقي هنا كمية معلومات جامدة جدا. لو أنت عايز تحدد أي باب أنت عايزه وتغير شكله زي ما أنت عايز، تمام. يعني هنا ده الطول، تمام، وده العرض، وده ارتفاع عن سطح الأرض. ممكن انت تكون عايز تسيب مثلا 2 سنتي 3 سنتي عشان الفيران تدخل وبتاع، تمام. هنا هتبدأ تختار بقى ده الشكل، مثلا انت عايز تشوفه كده في ال 2D، ولا عايز تشوفه كأنه مثلا معاك في قطاع أو في سكشن، عايز تشوفه في 3D، عايز اشوفه اوضح شوية، او عايز اشوفه لما يتعمل له ريندر هيبقى عامل ازاي، تمام. ممكن مثلا هنا نقول له خلي الارتفاع بتاعه مثلا 3 متر، تمام. هنا هتبدأ تلاقي اختيارات كتيرة جدا، الكاستم سيتنج تلاقي هنا، لو بصيت ممكن تيجي تنقل من هنا تقول له مثلا انا عايز اعدل في النورمال سايز بتاعه، تمام. هتلاقي هنا دي واضحة اوي، تقول لك مثلا ايه الواحد من هنا لهنا، الاتنين من هنا لهنا، فتبدأ تشوف انت عايز تعدل ايه وتعدل زي ما انت عايز، تمام. يعني ممكن مثلا هنا عايز تخليها 3100، تمام. الهاي بتاعك عايز تعدل دي الهاي اللي هو هنا، اه تمام، تبدأ تعدل زي ما انت عايز. وبعد كده ممكن تنقل للي بعديها، تبدأ تشوف كل حاجة في الباب بأدق التفاصيل. طبعا ده هنا الكتالوج ده واخده من الشركة الأساسية اللي بتعمل الأبواب او حاجات ستاندرد، فالافضل ان انت متعرفش بيها. بس لو انت عندك حاجه مخصصه عايز تعملها سهله جدا، ان انت مثلا هتيجي تشوف الايه ده اللي هو دوت، طيب ده هنا 6، طب انت عايز تغيرها ولا لا، عايز اخليها مثلا 8 مثلا، تمام. عايز البي تغيرها، فين البي اللي هي ديت 2، طب ما عايزها مثلا 3، تمام. اهي طيب الدي 4، هنخليها مثلا 5، تمام. اهي الشكل اتغير. هنا لو انا عايز اقسم بالنمبر اوف ديفيشن او بالديفيشن ويدث، بالمساحة بتاعتي، تمام. هنا الفلور بلان اند سيكشن، الشكل هيبقى عامل في البلان ازاي. ممكن تكون انت عايز تغير الخط دوت، عايز تغير لون معين زي ما انت عايز، الموديل تبدأ تختار الاوبجكت سيرفيس زي ما انت عايز، تمام. الدايمنشن شوية شوية اختيارات بتحدد شكل الباب، شكل الحاجات اللي انت عايزها، عايز تعدل حاجة معينة في البلان، تمام. يعني هنا مثلا ممكن تدخل كل واحدة بقى جلاسز مثلا فيها شوية إعدادات، هنا مثلا الفريم، بعد كده تدخل على دور ليفز تبدأ تشوف ستيكنس مثلا عايز تعدل فيها حاجة، الهاندلز المقبض بتاع الباب، الانسايد مثلا هتختار الشكل دوت، الاوتسايد مثلا تختار دوت زي ما انت عايز. طب هيبقى على ارتفاع قد ايه من الأرض؟ طبعا كل الحاجات دي ستاندرد، بس ايه لو انت عايز تعدل حاجة ممكن تعدل فيها زي ما انت عايز. الاوبننج الدور، تمام. تعالى كده ممكن نقول له مثلا في حاجات بتبقى ادق التفاصيل، تمام. فزي ما انت عايز انت بتعدل براحتك، وهتلاقي كل الابواب والشبابيك اللي انت عايزها موجودة هنا زي ما انت عايز، اختار اللي انت عايزه.
اي شكل مثلا، تمام، وتعالى هنا وابدا اقول له مثلا والله ده انا عايز اغير مثلا السيت سيتنج او منسوري ارش للفوق ديت، عايز اغيرها مثلا، عايز اغير حاجه معينه بالشكل دوت، تمام، زي ما انت عايزه. في الاخر هتيجي هتقول له انا عايز الباب هنا، يقول لك كنت عايزه على الناحيه مثلا كده، تمام، وتيجي تشوف في 3D، تمام، الباب اللي انت اخترته، تمام. طيب لو انت عايز تعمل باب تاني برضه هتيجي هنا وتقول له مثلا، تمام. طيب لو انا عايز اخلي الباب دوت هو نفس الباب دوت، يعني عايز انسخ الخصائص ماتش الخصائص ده للباب دوت، هدوس الت هلاقي العلامه دي، العلامه دي بتاخد شكل او تاخد الخصائص بتاعت العنصر دوت، الت تاخد الخصائص، والعلامه دي هتلاقيها في فوتوشوب وهتلاقيها في برامج كتيره من برامج الصور. هاجي هنا وادوس الت كنترول هلاقيها اتحولت لايه؟ شكل حقنه، هدوس هلاقي الباب اتغير معايا، تمام. فدي طريقه سهله لو انت عايز تنسخ خصائص عنصر معين لهنا، تمام. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، زي ما انت شايف البرنامج سهل وبسيط ان انت تستخدمه وتعمل ابواب وشبابيك وكل حاجه، زي ما هنشوف ان شاء الله مع بعض في شرح الارشيكيت.